سريعا كده اسمحوا لي اقرا لكم بعض الناس اللي شاركونا الحمله. حمله انا ايجابي، نيفين احمد بتقول انا ايجابي بحاول جاهده ان اكون ايجابيه، برافو يا نيفين. انا لافكاتو بتقول انا ايجابيه رغم كل مشاكلي وهو ده الصح. ناديه مصطفى بتقول امنت بنفسي وعقدت معاها معاهده صلح فحققت ما حلمت به في فتره قصيره بالنسبه لغيري، وها انا احقق كل يوم نجاح جديد بفضل الله عليا. فحسن العلاقة مع الله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى والإيمان بالقدرات التي أعطاها لنا نستطيع تغيير حياتنا للأفضل، فكون إيجابي وغير حياتك. تحياتي لك يا أستاذة إيمان، شكرا لك يا نادية، إحنا اللي بنكن لك كل احترام وتقدير على رسالتك. سمر جونام بتقول أنا إيجابي، كنت في المترو في عربة السيدات وكان يوجد سيدتين إحداهما في الأربعينات والأخرى عشرينات ومعهم شاب في العشرينات، شاب في عربة المترو للسيدات وجالس على كرسي ويقولون انه خطيب البنت وعايزينه معهم في عربه السيدات. اعترضت لانها مخصصه للسيدات وكلمتهم، لكنهم تعاملوا بصوت عالي وكتير من السيدات قالوا لي خلاص اطنش، هم دول السلبيين السيدات دي. لكن عند الوصول لمحطه وقفت واستدعيت الامن ليخرجوه. كل الاحترام والتقدير ليكي يا سمر وبرافو عليكي وخليكي دايما ايجابيه. كيمو علاء، الايجابي ان تكون مع الله وترمي حمولك عليه وهو يتولاك. كلامك صح، لكن يا كيمو انت لازم تجتهد وتاخد بالاسباب ايضا، فرق كبير ما بين التوكل على الله والتواكل. نورهان ماهر بتقول من النهارده هشيل كل من يضايقني ومن اللي يتكلم عليا بسوء واللي مش بيحب لي الخير، وكل اللي عملته في حياتي وما نجحتش فيه هشيلهم من دماغي وهرميهم في البحر، ولو حد هيشغل تفكيري من النهارده هحقق كل اللي بحلم بيه ولا حد هيشغل تفكيري من النهارده هحقق كل اللي بحلم بيه باذن الله. أنا إيجابي، برافو يا نورهان، هو ده اللي إحنا عايزينه. هبة بدوي بتقول أنا قررت من فترة أقرب من بنتي وصاحبتها وبقيت بخليها تحكي لي كل حاجة بتحصل لها، وإن المهم مش إنها تغلط، المهم إنها ما تكذبش عليا عشان أعرفها أنا الصح من الغلط ويكون في ثقة، وبإذن الله هفضل أعطيها الثقة. أنا إيجابية، ودي من الإيجابية المطلوبة المفروضة في العلاقة ما بين الأم وأبنائها. هبة بدوي برضو بتشاركنا، وملك أحمد وهند محمد وناس كتير جدا شاركتنا. ممكن بنفسكم تدخلوا وتتعلموا من تجاربهم الشخصية في حملة أنا إيجابي على صفحة من القلب للقلب.